كيجلس يقول كيف كيف المهم نكونوا يد الدفاع ما يكسرش. وعملنا نظام داخلي وصدقنا عليه وعملنا دستور صغير يعني قانون المنظم السلطات العموميه وصدقنا عليه برشا اما ضيعنا برشا برشا وقت. يبقى طبعا كما كل عمل بشري ماهوش قران دستور خدمه تعليم بس كل تعرف المشاكل فيه كل المجتمع المدني الخبراء برشا مواطنين برشا اخصائيين من خارج ومن داخل. هذا الدستور هذا نص محترم بشهاده الجميع نبداو نطبقوا فيه والمطلوب هو كونه يتصلح على خاطر القينا فعلا فما صياغ اللي هي قابله للتاويل ونحبوا نمشيو ندقوه بشهاده الاخصائيين حتى الاجانب يعني اللي بعاد على التجاذبات السياسيه. اليوم العالم كامل يقول يعطيكم الصحه في كل شيء وموش في الدستور برك. العباد الكل تقول نتاعي الدستور العباد الكل كل تونسي يقول الدستور نتاعي اكستراوردينير يعني حاجه يمكن هذا المكسب الاهم بخلاف المضمون اللي هو دستور الحريات والديمقراطيه ومؤسسات مستقله وسلطه محليه. هذه بالنسبه لكم انتم باش تكون هذايا الموضوع نتاع السنوات القادمه.